اصطدام مفتوح، هكذا يمكن وصف حال النقابات الطبية والمهنية والسبب مناقشات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. دكتور ونقول للدولة يا دولة احنا متشكرين ان حضرتك الامور ماشيه في البلد عافيه، خلاص هتمشي عافيه. ولا امصال ولا قحاط اهي هذا حق البيطري ليس له دخل تمام، والملك لسه ياضل التحضير والتركيب وكل شيء. قسما بالله كنت ناوي اجيب جاموسه في الاسطول بعد اذنك عشان شعب مصر كله حضرتك هنا في الوريد يا باشا. ادمز جامعه هاربر ادمز انجلترا يا دكتور، الصيدلي يروح يدرس في كليه الطب البيطري يا دكتور. الادويه البيطريه تمثل الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة مثل حيوانات المزرعة والأسماك والدواجن أهم رافد الدخل القومي ومؤشر حقيقي لنهضة الوطن وارتفاع معدلات التنمية. وقد مثل الإنتاج الحيواني في مصر عام 2015 حوالي 143 مليار جنيه وفقا لإحصائيات الدولة، ويعمل بهذا القطاع أكثر من 5 مليون نسمة، ويعتبر صرف وتداول الدواء البيطري والدعاية له حق أصيل للطبيب البيطري دون غيره. فوجئ مجتمع الطب البيطري في مصر بأنه تم تقديم عدد 4 مشروعات قوانين لمزاولة مهنة الصيدلة من خلال 4 من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وقد امتدت مشروعات هذه القوانين إلى الدواء البيطري والخاص بالحيوان، مما شكل صدمة كبيرة في مجتمع الطب البيطري، حيث أن هذه المشروعات بها عوار واضح بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وأحكام القضاء المصري المعمول بها منذ عام 1955 وحتى الوقت الحالي. وقضية كبيرة زي اللي بنطرحها النهاردة كان لازم نسمع لآراء كل الناس من كل قطاعات الطب البيطري في مصر. بدأنا رحلتنا بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وقابلنا الدكتور خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين المصريين والعرب. مشكلة مشروعات قوانين مزاولة مهنة الصيدلة اللي تقدمت من خلال السادة النواب الشعب من خلال لجنة الصحة في الفترة الماضية الحقيقة أثارت مشاكل عديدة على السطح، لأنه الحقيقة هذه المشروعات وإن كان ده حق لزملائنا الصيادلة في أنهم يقدموا تطوير لمشروعات قوانينهم، إلا أننا لازم نأكد على أنه وهم بيعملوا هذه القوانين أو مشروعات قوانينهم أو القانون للمزاولة مهنة الصيدلة لازم يبقى حريص كل الحرص أنه ما يقربش من المهن الأخرى، وخاصة أنه الحقيقة المشروعات اللي تقدمت طالت مهن كثيرة في الفترة الماضية. النقابة العامة للأطباء البيطريين طبعا لها تحفظات كبيرة جدا، ولأن قوانين مزاولة مهن الصيدلة المقدمة للبرنامج المصري الآن طبعا بها عوار قانوني شديد وفيها جور وتعنت ضد الأطباء البيطريين في ان بتاخد حقهم في بيع دواء الأدوية البيطرية. طبعا احنا كنقابة احنا شرحت الوضع تفصيليا قانونيا وعلميا وتعليميا وتشريعيا على مدار حوالي اكتر من 60 سنه فاتت، وبنوضح ان طول عمر القوانين مزاوله من الصيدله من سنه 55 اللي حصل بها اكتر من 40 تعديل في بعض موادها لم تمس الدواء البيطري، او تقول ان بوضوح ان الدواء البيطري من حق الصيدله. مفيش اخضر من الطبيب البيطري على مستوى جمهوريه مصر العربيه خد الدفه، خاصه اللي احنا درسنا جميع الفسيولوجي والهيستولوجي والجراحه والادويه دي كلها درست في كليه الطب البيطري عن الصيدله، وبكده نقدر نقول ان الحق المكتسب في تناول الادويه وبيع الادويه للاطباء البيطريين في جمهوريه مصر العربيه حتى ترتقي هذه الصناعه، صناعه الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه بصفه خاصه. شغلنا الاساسي احنا تخصصاتنا احنا بندرس فارماكولوجيا الحيواني، وبيشتغلوا هم في الدعايه وبيشتغلوا في التداول والبيع وكده، يعني الدواء البيطري ده حق اصيل من حقوق الاطباء البيطريين بحكم الدراسه. وطبعا موضوع انهم ما بداوش ما تكلفوش من سنه 95 حالهم حال بقيه المهن الطبيه اللي هم طب وطب اسنان وصيدله، للاسف الشديد يعني دي خلقت يعني مشكله كبيره عندنا. ف بدأت الأعداد تزيد من الأطباء البيطريين اللي شغالين في هذا المجال. ما ينفعش النهارده يجي قانون جائر أو يجي الأطباء أو الصيادلة يجوا يقولوا للأطباء فجأة الأطباء البيطريين اللي هم الوقت بالآلاف تقريبا 30 ألف واحد يقولوا لهم ما تشتغلوش في المجال ده. ما فيش حق في الدنيا بقول كده. لا القوانين الدولية ولا الأعراف ولا أي حاجة بتقول إن نقدر نمنع ناس إنهم يشتغلوا في صميم تخصصهم. فارماكولوجيا الحيوان دي ما بدرسهاش غير الطبيب البيطري، هو المحيط المتخصص في هذا المجال على المستوى العالمي وعلى المستوى الدول العربية.
المجتمع مش ناقص، والمشاكل بشكل الثروه الحيوانيه مش ناقصه، ومشاكل الدواجن مش ناقصه. احنا عندنا مشاكل كبيره جدا، وده هياثر على يعني على الاقتصاد، يعتبر على الاقتصاد القومي وعلى الثروه الحيوانيه وحتى على الاطباء البيطريين نفسهم. قررنا اننا نزور مستشفى الطب البيطري بالعباسيه، وقابلنا مدير المستشفى دكتور احمد شعبان، وسمعنا رايه في القضيه المطروحه. احنا بالنسبه لنا المشكله القائمه الحاليه بالنسبه لموضوع الدواء، معظم الاطباء البيطريين لهم قدرات عاليه جدا في تحضير الادويه. مشكله الادويه البيطريه تخص المهنه البيطريه فقط ولا تخص مهن اخرى، حيث ان الطبيب البيطري عنده قدره ان يعرف هذه الادويه من خلال تعامله مع الحيوانات. وعندنا مش حيوان واحد، احنا عندنا كاتيجوري من الحيوانات، وتختلف هذه الحيوانات من اول لما بدانا. وبالتالي شغل الاطباء البيطريين، لولا الاطباء البيطريين ما كانت الصيدله قائمه. كان لازم نعرف راي شركات الادويه البيطريه الكبيره في السوق المصري في المشكله القائمه، ونفهم منهم تاثير قوانين زي دي على سوق الطب البيطري هتبقى عامله ازاي. وضع طبيعي طبعا، سيستم قائم بقاله سنين طويله، اما تعمل قرار فجائي سريع الدنيا تقف. هو اولا الطبيب البيطري كراجل دارس، ودي المنطقه بتاعته، درس ابعادها والاثار الجانبيه بتاعت الادويه والجرعات والحاجات دي كلها. فالطبيعي ان الطبيب البيطري هو المسؤول عن موضوع استخدام الدواء وصرفه. انا هاخد مثال هولندا اللي هي تعتبر مزرعه اوروبا اللي لها باع كبير جدا في الانتاج الحيواني. القائم بهذه العمليه شركه تبع نقابة الأطباء البيطريين الهولندية، هي المسؤولة عن توزيع كل الأدوية واللقاحات، وبتشترط طبعا ان يبقى طبيب بيطري، لان طبيعي نقابة الأطباء البيطريين هي اللي ماسكه الموضوع. Certainly although some of the active ingredients are comparable between the veterinarian and the human pharmaceutical range, we consider the veterinarian drugs as very special and very unique, and we consider that they should also be handled by professional players in the market, which the veterinarians certainly are, clearly are, and where they should have also a preferred access to veterinary medicine in explaining the products in the right way to the right customer by the veterinary profession. United Kingdom or Italy are, for example, countries where one, for example, a pet owner can get relatively easy access to veterinary medicine. So that includes, for example, OTC channels and also pet shop locations. There are also other countries like Nordic countries, France, Germany especially, which is keeping a very strict and conservative approach to drug provision to the market players. So in Germany it's still the veterinarian which has most of the access and most of the distribution rights to the individual farmer or pet owner on the hand. So there are things in progress, but in general we would still see a rather veterinary driven characteristics of the distribution of products, especially if they are prescribed ones. في الجانب التجاري، الصيدلية البيطرية أو المكتب البيطري ده مش مكان بيروح له المربي يدخل يشتري الدواء ويمشي. المكتب البيطري بيبقى مجهز بعربيات فيها مبردة بحكم طبيعة المنتجات واللقاحات اللي بيوزعها، بيوصل المنتج لحد المزرعة، لأن طبعا منتجات حجمها وحجم استهلاك مزرعة مش كيس بيستهلكه فرد، ده حجم استهلاك إنتاجي بيوصلها لحد المزرعة. ده تسهيلات أو دي إمكانات مش متاحة للصيدلية البشري. بلحاظ آخر، النهاردة في أعراف سوق الدواء البيطري، من ضمنها إن في أوقات كتير المربي بيشتري الدواء وبيدفع للمكتب البيطري في نهاية الدورة لما بيبيع وبيكسب، وبالتالي بيبتدي يدفع يسدد ثمن الدواء. ده ممارسة الزملاء الصيادلة مش متعودين عليها بحكم طبيعة انه بيتعامل مع الجمهور. طول عمر الدواء البيطري بيرخص من خلال منافذ اللي بتعتمدها وزارة الزراعة، الهيئة العامة للأدوية البيطرية، وبتصرح بيها النقابة العامة للأدوية البيطرية. ليها مزاولة وليها شروط. الحاجة الثانية اللي عايز اقولها موضوع المصانع.
موضوع مكاتب الأدوية، موضوع شركات التسويق، كل دوت هو خاص بالأطباء البطريين. فالنهاردة حضرتك جاي بتقول همنع كل دوت وخليه بس الصيدلي هو اللي بيقول، إذا أقفل كل كليات في مصر اللي تعدى حوالي أكثر من 12 كلية تقريبا أو أكثر من جامعة موجودة في مصر هقفلهم. والنهاردة كل الناس كل واحد عنده يقول لك لا يخش صيدلة لما يخش، ده كلام طبعا ما ينفعش. على حد علمي كمان ان الصيدلة عندهم مشاكلهم كافية جدا، في مشاكل في الصيدليات النهاردة. الصيدليات النهاردة تروح عشان تتكلم في صيدلية ما تلاقيش صيدلي يتكلم، لكن النهاردة هل تروح معرض او صيدلية بيطرية ما تلاقيش طبيب بيطري؟ مش ممكن، لان الدواء البيطري بيخرج معظمه بالوصف، فالوصف لابد ان يكون طبيب بيطري هو المسؤول عن التوصيف. انا كمربي او صاحب حالة في الارياف او صاحب مزرعة بروح اشرح الحالة بتاعتي، الصيدلي لا، الصيدلي ما ينفعش لان الصيدلي مش متخصص في هذا المجال. فبالتالي انا بضر، هذا القانون هيضر بالثروة الحيوانية في مصر، هذا القانون هيضر بمهنة الطب البيطري، هذا القانون هيضر بالصيادلة نفسهم، لان النهاردة لو حصلت مشكلة تخيل حضرتك لو صيدلي يطلع دواء غلط لاحد الفلاحين اللي يمتلك احد الحيوانات ورأس ماله 20-30 الف جنيه ونفعت او ماتت، هيرجع يعمل مشكلة وطلبه بالتعويض ويخش في مشاكل، لانه غير متخصص في هذا المجال. المقولة اللي بتزعم ان مشروعات قوانين مزاولة مهنة الصيدلة المقدمة دي تتطلب تعديلا سريعا، وانه قانون مزاولة مهنة الصيدلة من سنة 55 ومتعدلش، هذا الكلام غير سليم بالمرة. قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 سنة 1955 جرى عليه تعديلات كثيرة على مدار التاريخ. السادة الصيادلة بيقولوا انه الدواء البيطري والدواء البشري هو معني بيهم، هذا الكلام غير سليم بالمرة. لما ترجعوا حضراتكم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 سنة 1955 هنلاقي المادة 1 والمادة 40 والمادة 58 في غاية الأهمية، خاصة المادة 40 اللي قالت انه من حق الطبيب البيطري انه يفتح في عيادته صيدلية للدواء، طبعا صيدلية دواء بيطري. نمرة 2 قالت كمان المادة 58 كانت في سابق عهدها سنة 1955 بأنه الدواء للإنسان والحيوان خاص بالصيدلي. إلا الحقيقة أنه الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1956 أدرك الموقف وعمل تعديل سريع على المادة 58 وحذف مصطلح الحيوان، وأصبح الصيدلي معني بالدواء الإنسان، دواء الإنسان. فالموضوع عايز يدرس بالراحة شوية وبأسلوب هادي، ونشوف إيه الإيجابيات والسلبيات، ونقعد مع بعض نقيم الموضوع. إحدى مشروعات القوانين المقدمة عايزة تمنع الطبيب البيطري من العمل في الدعاية الطبية، فقلنا خلاص لازم نقابل الدكتور طارق فؤاد مدير قطاع الدعاية بشركة إيبكو ونسأله عن رأيه في الأمر ده. الأطباء البيطريين النهاردة بيتعرضوا لهجوم شرس من قانون مزاولة مهنة الصيدلة اللي بيحاول إن هو يحظر العمل بمهنة الدعاية الطبية إلا على الصيادلة فقط، وده في الحقيقة شيء مش يعني غريب، لأن من بداية عمل أو من بداية صناعة الدواء في مصر اللي قام بالدعاية الطبية فيها تقريبا كانوا يمثلوا أكتر من 90% كانوا أطباء بيطريين، ودول اللي عملوا نهضة صناعة الدواء في مصر. الأطباء البيطريين طبعا اللي عاملين في مجال الدعاية الطبية سواء بيشتغلوا يعني زملاء ليا او في شركات اخرى، هم تقريبا يعني بيمثلوا حوالي 75% من العاملين بمجال الدعاية الطبية في شركات الادوية البشري او البيطري. الناس دي اثبتت نجاح وكفاءة منقطعة النظير في العمل في الدعاية الطبية، لان ما نقدرش نقول ان دي وظيفة يعني بيشتغل فيها علشان مجرد انها وظيفة، لكن اللي بيحدد كفاءة الناس دي هي الشركات نفسها، لان دي كلها معظم القطاع ده هو شركات خاصه او شركات عالميه، فهم بيختاروا الاصلح للوظيفه. كان لازم نقابل نموذج لشباب الاطباء البيطريين ونفهم منه تاثير قرارات زي دي على عيادته هتبقى عامله ازاي. فروحنا وقابلنا دكتوره انجي سيسي وكلمتنا عن اهميه الادويه البيطريه في عيادتها. منع تداول الادويه البيطريه داخل العيادات دي حقيقي بعتبرها ماساه ونقطه مش قابله للنقاش، لان يعني زي ما كلنا عارفين او انه تدخل الدكتور البيطري احيانا بيبقى في حالات محتاج زي emergency او حالات حتى عاديه بتيجي للعياده مش مستحمل وقت، عارف يعني مش مستحمل ان انا لسه ابتدي ادور على الدواء، بالعكس انا محتاجه كل الحاجات جنبي وكل التولز عشان اقدر اقدم اسعاف مظبوط. حقيقة انا بعتبرها نقطه غريبه جدا، يعني انا مش قادره اتخيل هي ازاي ممكن تتطبق. فلو احنا يعني
قدرنا او حاولنا نفكر ازاي تطبيقيا ممكن حاجه زي كده تحصل. لو الدكتور مفيش تحت ايده كل الحاجات دي هنلاقيها ممكن تعمل مهزله وتعمل مشاكل كتير وفعلا ممكن تؤدي لمأساة بكل مقاييس. وفي ازمه زي دي بتمثل عصب المهنه وبتشكل تهديد كبير للثروه الحيوانيه اللي بتعتبر من ركائز اقتصاد الوطن. ما ينفعش ابدا نغفل اراء شيوخ المهنه في مصر والوطن العربي، اساتذتنا الكبار في الكليات الطب البيطري في الجامعات المصريه اللي خرجوا اجيال من الاطباء البيطريين والمتخصصين سواء في مصر او في كافه ارجاء الوطن العربي. علشان كده قمنا بزياره كليه الطب البيطري بجامعه القاهره وتناقشنا مع اساتذتنا هناك وسجلنا ارائهم ووجهات نظرهم في قضيه تداول الدواء البيطري وسلبيات مشروعات القوانين المطروحه. تداول الدواء البيطري يجب ان يكون من اختصاص الطبيب البيطري. لماذا؟ لان هذا تخصص اصيل للطب البيطري. نحن لا نستطيع ان نقوم بفتح صيدليه بشريه وبيع الدواء بشري، هم يبيعون الدواء البشري كيف يشاؤون. اما الدواء البيطري فيجب استمرار بيعه واختصاص بيعه من نصيب الطب البيطري. هم يعلمون جيدا ان طلابهم ياتوا قسم الفارماكولوجي بكليات الطب البيطري المختلفه ويقومون بتسجيل الدرجات العلميه لهم. معنى ذلك ان الطب البيطري يستطيع اجراء التجارب العمليه والبحثيه التي يحتاجها الصيادله. لا يمكن للصيدلي ان يستطيع القيام باعطاء الحيوان الدواء المناسب، لأن هناك طرق مختلفة لإعطاء الحيوان، وهناك حيوانات مختلفة كل منها له طريقة إعطاء. هذه طرق الإعطاء للأدوية تدرس في قسم الفارماكولوجي بكليات الطب المختلفة، سواء كان عن طريق الفم أو الحقن في العضل أو الوريد إلى آخره. يختلف هذا من حيوان إلى حيوان آخر. فأصبحت وظيفة الطب البيطري أو الطبيب البيطري هي طرق إعطاء ومعالجة الحيوان، هذا لا يستطيع أن يقوم به الصيدلي. وهناك شركات عالمية في هذا المجال تقوم بتصنيع الأدوية البيطرية بناء على مفاهيم الطب البيطري والدراسات المصاحبة لهذا التخصص. المهم في الطبيب البيطري أن مسؤولياته كبيرة جداً. أولاً صيانة الثروة الحيوانية ضد الأمراض الخطيرة باستخدام هذا القطاع. ثانياً سلامة الأغذية المنتجة من الأصل الحيواني التي يتناولها الإنسان في حياته، وعدم نقل الأمراض الهامة جداً سواء الفيروسية أو البكتيرية إلى الإنسان عن طريق مصادر من حيوان. فالمهمة مهمة كبيرة جداً في هذا القطاع. تداول الأدوية البيطرية داخل العالم تقوم بها عليها مؤسسات دوائية بيطرية وتراخيص رسمية من المؤسسات الدولية مثل الـ FDA والـ EU والمنظمات الداخلية المنظمة لهذا القطاع في سواء في التداول أو الصناعة. ففهم هذا الاستخدام للدواء البيطري مبني على مفاهيم حقلية كبيرة، واستخدام أدوية ذات أشكال صيدلية مختلفة عن الأدوية التي تستعمل في القطاع البشري. الطبيب البيطري هو ليس بائع لسلعة اسمها دواء، وإنما هو راعي لصحة حيوان ينتج منتج صحيح سليم قابل للتداول في غذاء البشر، وبالتالي بنحافظ على صحة البشر من خلال المنتج الحيواني اللي بيتناوله في غذائه الإنسان. 2 بنقي الإنسان شر الأمراض المشتركة التي يتم نقلها من الحيوان إلى الإنسان والعكس أيضا. من هنا جاءت أهمية الطب البيطري والطبيب البيطري في المجتمع، وأعتقد مصر وهي على أعتاب هذه المرحلة من الانطلاقة الاقتصادية، من الانطلاقة الاستراتيجية، زي ما احنا شايفين القيادة السياسية بتعمل جاهدة على رقي المواطن المصري داخليا وخارجيا، فيجب علينا أن نراعي صحة هذا المواطن حتى يتمكن من تحقيق الأمل المصري في مصر. النقطة الأخطر، الإنتاج الحيواني دايما بعيد عن الكتلة السكنية، وربما تجد مزارع وأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن الكتلة السكنية. طيب الطبيب البيطري بيقدر ياخد الدواء وعارف كيفية نقله وكيفية التصرف فيه وكيفية اعطائه للمزارع،
طيب الراجل الفلاح هياخد مسافة 100 كيلو عشان يروح يجيب جرعة دواء، وجي في الآخر الطبيب هينتظر المسافة دي كلها عشان يقدر يتعامل مع الحالة ويعطاها العلاج. الوضع مختلف كلية في فهم الدواء، في فهم الأمراض ما بين الطبيب البشري والصيدلة والطبيب البيطري ومجاله. احنا نعلم جيدا ان الطبيب البيطري زي ما بيتخرج على قدر من الفهم للأمراض البيطرية بيتخرج على قدر أكبر من الفهم لكيفية التعامل للدواء وكيفية إن هو بيبقى مسؤول عن إعطاء هذا الدواء. فالوضع كلية بيختلف. ناخد الموضوع بتاع قانون الدواء البيطري من منظور مختلف شوية، وهو إن إحنا عندنا واقع بنعيشه يمنع صدور هذا القانون. الواقع ده عبارة عن إيه؟ الواقع إن في ثقافة خطأ عند معظم وغالبية الشعب ونتيجة تدني مستوى المعيشة أنه بيعتقد أن الصيدلي يقدر يوصف علاج. كثير من أهالينا بيروح الصيدلية يقول له أنا عندي وبحس وبشعر وهو يديله الدواء. الصيدلي سواء صيدلي طبيب أو يعني صيدلي دكتور صيدلي أو عامل من العمال اللي بتشتغل في الصيدلية. وبالتالي هذا الواقع يجعلنا نخاف ونقف ونقول طب ده بيحصل في الدواء البشري فما بالك في الدواء البيطري هيحصل فيه ايه؟ ده مش هيخاف خالص، ما هو دواء هيعالج حيوانات. ونتيجه عدم معرفته باهميه هذا العلاج ونوعه وازاي بيستخدم وازاي بيتداول، فهيتم زياده عشوائيه خطيره في سوق بيع الدواء في مصر نتيجه ان الناس عايزه تلجا للصيدلي عشان تاخد دواء للبهيمه، وبالتالي الصيدلي هيديها له، ما هو مش فارقه معاه، ما هو بيدي للبني ادمين فمش هيدي ليه للبيطري للحيوانات. النهارده الطب البيطري اصبح منظومه اساسيه في اقتصاد الوطن، واحنا شايفين طبعا اللحوم والانتاج الحيواني والحجر البيطري والحجر الصحي كل الكلام ده كله. النهارده احنا محتاجين علشان حد يسمع صوتنا، حد يعرف ان احنا في مشكله، احنا في مشكله كبيره جدا، وقطاع عريض من الشعب مش قطاع قليل، في الوقت اللي المفروض كلنا بنحاول نحل مشاكل اجتماعيه داخل بلادنا ومشاكل اقتصاديه، هل احنا دلوقتي في ظروف تسمح لنا بكيان امن قومي او باختلال في الامن القومي يحصل؟ صعبه جدا. الامر اكبر بكثير من مجرد بيع لقاح لكائن ما. يجب ان تكون هناك خلفيه علميه وافيه عن فسيولوجيه الحيوان وتركيب الفيروس وتفاعله مع هذا الحيوان في الحالات الفسيولوجية المختلفة والأعمار المختلفة، وإلا سوف تنهار منظومة إنتاج الثروة الحيوانية، ونحن نعاني أشد المعاناة في وقتنا الحاضر من أجل الحفاظ على هذه المنظومة والعبور إلى مرحلة الأمن الغذائي. الطبيب البيطري دايما بيتحرك بالأدوية بتاعته وبالأدوات الجراحية لأن واقع المريض بيتطلب ده. جاموسة مسكينة زي اللي احنا شفناها من شوية واستدعينا ليها على عجل، دي جاموسة نايمة في الأرض عندها مشكلة كبيرة محتاجة تدخل سريع جدا، ممكن تكون موجودة في الريف على بعد كيلومترات، مش هيلحق الفلاح البسيط اللي الجاموسة دي بتمثل ليه رأس ماله انه يروح يجيب الدواء ويرجع وانا انتظره. فالوقت والوقت ده هيبقى على حساب الحيوان اللي غالبا هينفخ في حاله زي اللي احنا شفناها من شويه. العالم كله بيصمم عربيات مخصوص للاطباء البيطريين بتكون مجهزه تجهيز كامل لجميع حالات الطب البيطري في الحقول وفي الاماكن الصحراويه البعيده عن العمران. العربيه ممكن بيبقى فيها ترابيزه عمليات، بيبقى فيها ثلاجه، بيبقى فيها حوض ميه، بيبقى فيها اجهزه تعقيم، بيبقى فيها جميع الادويه المطلوبه، صيدليه كامله بيطريه داخل العربيه، وده بيؤكد ان بيع وتداول الدواء البيطري لازم يكون عن طريق الطبيب البيطري. هنا نسال نفسنا سؤال، هل العياده بتاعه الانسان فيها وحده جراحه وعمليات؟ لا. اما جميع العيادات البيطريه على مستوى العالم بما فيهم مصر داخل كل عيادة وحدة جراحة وغرفة عمليات يتم من خلالها التداول. لا يوجد في مقررات كليات الصيدلة في مصر أو في كثير من بلاد العالم أي ما يوضح معرفتهم بالفسيولوجيا المقارنة ما بين الإنسان والحيوان، ولا عندهم أي معلومات عن علم السموم البيطرية، ولا عندهم أي يعني معرفة
بالأمراض الحيوانية، خاصة إن احنا ما بنتعاملش مع يعني نوع معين من الحيوانات، احنا عندنا أنواع متعددة من الحيوانات، فبالتالي هم أبعد ما يكون عن الطب البيطري. حتى لما يقول مثلا الكلب فيه حميم ايه، يقول لك خد له صابونه في نيه يبقى موت الكلب وما يعرفش. فكل حاجه ليها المتخصصين بتوعها. احنا لما بنيجي ندرس للطلبه احنا بندرس شرائح مختلفه من الحيوانات، بندرس للحيوانات الكبيره سواء الفارم انيمالز او حيوانات المزرعه او الفصائل الخيليه او البيت انيمالز او الحيوانات المنزليه او الطيور الداجنه سواء كانت داجنه او كانت طيور بريه، وكذلك بتدرس ايضا للاسماك. وكل دي كل شريحه من الطيور او من الحيوانات ديت بيبقى لها الامراض الخاصه بيها والمحدده ليها وطرق العلاج والتشخيص المختلف. فبالتالي بيطلع خريج مؤهل للعمل في سوق الادويه والمستحضرات الطبيه البيطريه. خلال الفتره الماضيه استحدث البرامج مميزه وتوافق عليها من المجلس الاعلى للجامعات، اللي هي برنامج الادويه والمستحضرات الطبيه البيطريه. والحقيقه ان بعض الكليات تم العمل بهذا البرنامج من سنوات. الطبيب البيطري هو خط الدفاع الاول لحمايه صحه الانسان، وخط الدفاع يعني لازم يكون معاه سلاح، سلاح ودواء، ولو فقد سلاحه فقد كل شيء. فالدواء من حق الطبيب البيطري ببساطة شديدة. أنا زرت بعمل في بلاد عربية وأفريقية ولم أجد إلا الطبيب البيطري اللي هو مسؤول عن الدواء البيطري. السعودية صيدلية بيطرية مديرها طبيب بيطري مسؤول عن دواها من A to Z. في البلاد الأفريقية أثيوبيا البلد اللي هي ثروة حيوانية أكثر من 15 مليون رأس ماشية، مسؤول عن الأدوية هو طبيب بيطري. أقدر ناس تتكلم فيه أو تتعامل مع الأمراض الوبائية البيطرية هم الأطباء البيطريين، هم اللي عندهم خريطة وبائية للأمراض في مصر، عندهم يعني توزيع الأمراض في مصر بيتم إزاي، توزيع الأمراض في الدول العربية والدول الأجنبية، لأن احنا دول مستوردة للحيوانات واللحوم والكلام ده، فدوارد انتقال أي أمراض وبائية. فبالتالي كل استعداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية لصد هذا أي وباء خارجي أو من الداخل حتى، فهم أقدر بيه أن هم مسؤولين عن اللقاحات البيطرية. في لجنة الأدوية في وزارة الصحة أنا كنت عضو فيها، اللجنة دي بتدرس جميع الأدوية البيطرية اللي حتى لسه هتنزل السوق وبتقول رأيها، بتراجع الجرعات، بتراجع الاستعمالات، بتراجع حتى التركيب نفسه الدوائي للدواء، وبالتالي بتقول رأيها كان الدواء ده ينزل بالصورة بتاعته دي ولا في تعديلات. اللي أنا عايز أوضحه إن فعلا علاقة الطبيب البيطري بالدواء علاقة وثيقة، ويمكن ده اللي دعا كثير من كليات الطب البيطري في جامعات مصر إنها تعمل برامج تتعلق بالدواء. والنهاردة جامعة القاهرة عاملة برنامج يعني كامل عن الدواء والأدوية واستخدامات الأدوية، وده هيتخرج طبيب أنا متأكد إن السوق هيتلهف على وجود مثل هذه القدرات وهؤلاء الخريجين. من المتوقع أن هيكون عليه إقبال شديد جدا، السوق محتاج جدا هذا النوعية، هذه النوعية. والحقيقة لو ما كانش الطبيب البيطري ناجح في سوق الدواء ما كانش كل شركات الأدوية في مصر حتى البشري منها بتتصارع فيما بينها انها تستفيد من خدمات هذا الخريج. لو انسحب الطبيب البيطري لا قدر الله من السوق هيحصل بريك داون رهيب جدا في سوق الدواء. ولو اتعمل استبيان لكل الناس اللي بيشتغلوا في سوق الدواء هيقولوا نفس الكلام اللي انا بقوله. القضيه مش قضيه خلاف ما بين نقابه الصيادله ونقابه الاطباء البيطريين، ده انت حضرتك بهذه القوانين او مشروعات القوانين بتسحب اختصاص اصيل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهنا تقف. هناك هيبة للدولة وهناك احترام لهيبة الدولة، وهناك احترام لمؤسسات الدولة، وهناك احترام لقيمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تمثل أعلى سلطة للطب البيطري في مصر. أزمة كبيرة وتهديد مباشر لاقتصاد الوطن وصحة المواطن المصري، وتجاهل واضح لحقوق الكائنات الحية اللي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى برعايتها على أكمل وجه. علشان كده
قررنا اننا نسافر قرى احدى محافظات مصر ونفهم من الفلاحين هناك اللي بيمثلوا نسبه كبيره جدا من مربي الثروه الحيوانيه في مصر الدور الحقيقي اللي بيلعبه الطبيب البيطري بالنسبه لهم. ويا ترى قرار زي منع الاطباء البيطريين من تداول الدواء البيطري ممكن ياثر عليهم ازاي؟ الحيوانات دي يعني مش راس مال فرد، ده راس مال الدوله كلها. النهارده انا لو ما عرفتش البهيم في الحال وراح مني، ما انا مره في مره اوصل لمرحله خسائر اوقف نشاطي، وانا وقفت نشاطه وغير وقف نشاطه السلعه هتروح من السوق اساسا. مفيش مجال ان اضيع وقت ان اروح اجيب علاج من بره، والدكتور ما معاش وقت عشان يقعد اروح اجيب له علاج واجي ولسه هيعالج. الدكتور البيطري بيجي يكشف على الحاله وبيشخصها بالتمام مظبوط وفاهم اكتر من اي حد، لا الحاله بتبقى قدامه. اروح لصيدلي اقول له انا عندي الحاله كذا يديني علاج غلط يجي يدمر لي الحاله. الدكتور البيطري فاهم هو بيديني ايه والصيدلي مش فاهم. الصيدلي لو رحت له قلت له اديني حاجه بيديني العلاج غلط ادمر الحاله. امبالي انا خليني جايب قرض من اي بنك ما، لو الحالات ضاعت مني انا هجيبها منين اسدد البنك منين؟ ما ينفعش يلعب في حاجه راس مالنا، وده شغله اكل عيش. لازم يكون العلاج متابع معايا بالنسبه لاي دكتور بطري متابع معاه، غير ان انا هروح الصيدليه واصح الصيدلي او مش هيفتح. وما ينفعش نهمل اهميه الدكتور البطري معانا، ما انا ممكن لو هجيب منه علاج مش فاهم اساسا انا عاوز ايه. الدكتور البطري بيديني دواء وخدمه. لو في دكتور بطري قريب مني بروح اصحيه من النوم ما يتاخرش، بوصف له الحاله بيجيب العلاج بالحاله وبيجي ما يتاخرش. يعني معاه من الدكتور ساعه بيعوز حاجه باجي له، بس الدكتور البطري يبقى كل حاجه توفر عنده. نفترض ان هو الدكتور الصيدلي هيبيع العلاج تمام، الدكتور البيطري هيشخص، طب مين اللي هيدي؟ مين اللي هيعالج؟ الفلاح مش لازم يبقى بيعرف يدي حقن، مش لازم يبقى بيعرف يدي علاج. انا درست البيطريه اللي انا درستها تمام زي درست الفارما اللي انا درستها سنه كامله في الكليه، بتوهني ان انا ببقى فاهمه تشخيصي مع العلاج اللي هينفع مع الحاله دي حسب الدول على حسب الفسيولوجي بتاع الحيوان نفسه، بتختلف من حيوان للتاني، مش زي بني ادم هي سبيشيز واحده تمام، ف اكيد هتختلف كتير. يعني الدواء البيطري ليه فورمه مختلفه تماما عن الادويه البشريه نتيجه طبعا كل حيوان الوسائل المختصه بيه ان نديله بها العلاج. الادوات ديت بتختلف على اساس الطريقه اللي او المكان اللي هدي منه العلاج، سواء المكان ده مثلا كان عن طريق العضل او تحت الجلد او الوريد، او هديله الدواء ده عن طريق التجريع، عن طريق الشرب، او عن طريق التبليع، او من خلال الكرش نفسه، او من خلال الرحم، او من خلال الضلع بتاع الحيوان. طبعا الحاجات ديت مش موجوده في البشر، مفيش ادويه بتعطي في البشر من خلال الضرع، ان مفيش حاجه اسمها ضرع اصلا في الانسان، مفيش ادويه بتعطي مباشره من خلال الرحم زي ما طبعا الحاجات دي متكرره عندنا جدا في الادويه البيطريه. فطبعا كل ده بيخلي المهمه صعبه وما يعرفش يعملها الا دكتور بيطري متخصص دارس للفارما البيطريه ودارس للسلوكيات الحيوان ودارس لكيفيه اعطاء الدواء للحيوان. فرجاء غير مختص يا ريت ما يتدخلش في الحاجه اللي ما يعرفش فيها علشان ما يضرش الحيوان وما يضرش اصحاب الحيوانات وبيضر البلد كلها ويسقط الثروه الحيوانيه لمصلحه شخصيه. يعني الثروه الحيوانيه دي عصب الاقتصاد القومي. النهارده انت بتدور ازاي تعلي انتاجها، تعلي انتاجها بانتاج حاجه زي الا برجالتها، هم فاكرين ان احنا بنبيع دواء. لا احنا بنقدم خدمه. انا بقدم خدمه متكامله، خطه علف، خطه تحصين، خطه انتاج، خطة بنقول عليها سينكرونيزيشن في التناسليات، ازاي انا اوحد الشيوع واوحد الولاده واوحد انتاجيه اللبن عشان اللبن ما يسقطش في مزرعه، كل دي برامج بيستلزم وجود الدواء جنبي، يا حاج انت هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ده ينفع لكذا وده ينفع لكذا وده ينفع لكذا، اتفضل. انا مش عارف احنا ليه بنرجع لورا، احنا الصالح العام هو اللي يهمنا، بلدنا هي اهم حاجه عندنا. طبعا لازم ندرك انه القانون مش بس بيصدر مشكله للاطباء البيطريين، ده بيصدر مشكلة لفئات من المجتمع، إنما المشكلة الأكبر صدرها لفئتين في غاية الأهمية في المجتمع. الفئة الأولى هي الأطباء البيطريين، والفئة الأساسية هي الفلاح المصري. كيف إن أنا أصدر عبء جديد على الفلاح المصري وأثقل كاهله وأحمله فوق طاقته في هذه الظروف؟ إحنا ما عندناش لا فئوية ولا عنصرية ولا رغبة في الاستحواذ، إنما إحنا بيحكمنا مصلحة البلد ومصلحة الأمانة اللي إحنا تلقيناها من رب العالمين، إنه اخترنا أطباء بيطريين إحنا المسؤولين عن علاج الحيوان وإحنا أدرى بصالح الحيوان. حضرتك ما درستش حيوان ولا تعرف علوم الحيوان ولا درست أي حاجة خاصة بالحيوان، أرجوك خليك بعيد. خلصت رحلتنا اللي فيها سمعنا وعرفنا آراء ناس كتير
أطباء بيطريين، أساس الجامعة، متخصصين، أكاديميين ونقابيين وفلاحين. وفي الآخر وصلنا الحقيقة واحدة، حقيقة واضحة وضوح الشمس لا خلاف عليها بكل أسانيد العقل والمنطق. الطبيب البيطري أولى الناس بتداول الدواء البيطري، لأنه أعلم الناس بطبيعة الحيوانات المختلفة وبطرق إعطاء الأدوية لهذه الحيوانات، وللاختلاف الجذري اللي موجود ما بين طبيعة الدواء البيطري عن الدواء البشري. القضية ليست قضية دواء أيها السادة، وإنما قضية مصيرية تمس الوطن والمواطن المصري في المقام الأول، لمصلحة من نسمح لكائنا من كان أن يعبث بأحد مقدرات هذا الوطن وبأمنه الغذائي والحيواني. لمصلحة من نتسرع في مناقشة قوانين هامة بدون أخذ الوقت الكافي لدراسة كل أبعادها ولعمل حوار مجتمعي عليها. لمصلحة من نخفل الدور الرئيسي والحيوي لألاف من الأطباء البيطريين في خدمة الثروة الحيوانية اللي بتمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني في مثل هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، والذي يدعونا للاتحاد ولنقف سويا للنهوض بهذا الوطن. فإذا ما منع الطبيب البيطري من مداولة الدواء واستخدامه سيؤثر على الثروة الحيوانية وبالتالي على الاقتصاد القومي لجمهورية مصر العربية. ارجع لكل الدول العالم المتقدمة زي أمريكا زي إنجلترا زي حتى، تجد أن العلاقة بين الطبيب البيطري ودوائه علاقة متلازمة لا يمكن الفصل بينهم، ولا يمكن أخلي الدكتور البيطري يكتب روشتة عشان يروح بيها صاحب الحالة للصيدلية عشان يديها له ومش هيعرف يديها. صحة المواطن المصري خط أحمر. الدواء البيطري صحة مواطن واقتصاد وطن، وإحنا لن نسمح لهذا الموضوع أن يتم على حساب صحة الإنسان وصحة الحيوان.